نيسم كينج ليس الوحيد لكنه الأفضل. مستمعينا رجعنا معكم ومعنا الفنان ستيف حنا. ستيف خبرنا شو حبيبي يعني ستايل انت راح تكون بدك تعمل الفترة هاي. المزبوط انا بفكر بالستايل الفرانكو الدارج هلا اللي العالم اللي بحبوه طبعا واللي بتمنى انه يحبوه العالم. ف وعم بفكر انه اتعامل مع ملحن من برا البلاد من عندنا من هون، بس اكيد المصورين من عندنا هون راح يكونوا. بتمنى انه ينجح العمل ويليق فيي والاقي في اقبال عليه وشيء كويس يعني يكون بالنسبه لنا. احنا بنتمنى لك كل خير يا ستيف، واكيد احنا دائما متابعين امورك. وانا شخصيا بجوز الشهر هذا غنينا انا وياك مع بعض في اكثر من لقاء. اكيد بذكر المستمعين انه احنا كنا في 17 شهر في ساحه المائد، وادينا كان عندنا مهرجان كنا انا وياك نغني مع بعض. امبارح كنا بنغني في جوقه للدين المسيحي، كان موجود فيها سيدنا ابو مازن، نوجه له تحيه مرتبه لحم 2000 من هون. إيه ستيف خبرنا شو شايف، كيف شايف الفن عندنا هون بالوطن بفلسطين هون يعني؟ المزبوط الفن عندنا موجود، في عندنا فن، بس للاسف يعني مش عم نلاقي هون كفنانين هالدعم من كثير جهات. بديش احكي بالضبط من مين يعني، لا لازم نحكي لا، بس ما بتمنى انه يكون في دعم للفن لعنا بشكل خاص، للفنانين ندعمهم ويعني نلاقي في اقبال انهم يدعمونا يعني كل واحد انا صار في موهبه بس. طب ستيف مين من الفنانين هيك قريب عليك بتحسه انتو هيك يعني اصدقاء؟ والكل اكيد انت معروف، شهادتك معروف انه انت كل بيحبك، فيش عندك مشاكل مع اي نوع من الفنانين يعني؟ انا بحب كل الفنانين وبشكل خاص فنانينا الفلسطينيين طبعا، من بيت لحم، من اهلنا كمان، اهل ال 48 بقدم لهم كمان تحيه عبر اثير بيت لحم 2000، وطبعا لفؤاد مبصلي وجورج ترجيه يعقوب شاهين امجد خير ابراهيم ابو عيطه. نوجه كمان تحيه اكيد لابراهيم. ابراهيم صار بالولايات المتحده وهو عايش هناك، الله يسهله طال يا رب ويوفقه يا ربي. بنوجه له افتحي. بنوجه كمان تحيه من راديو لحم 2000 لجميع الفنانين بفلسطين وخارج فلسطين. اكيد. ستيف خبرني كيف شايف اجواء العيد هالسنه؟ المزبوط والله انا تفاجات السنه انه اجواء كثير مرتبه، اجواء كثير حلوه، في اقبال كثير من داخل من ال 48 ومن العالم ككل. العيد كان مميز السنة، إنارة الشجرة كانت كتير حلوة وتفاجأنا، وبيت جالة كمان عندنا كمان كان كتير إقبال أكثر من السنة الماضية. وبرضه نوجه تحية كبيرة للأمن عندنا هون كمان، إنه واجهوا كتير صعوبات بس تماشوا عنها يعني، وكان الوضع جيد جدا أمنيا، والاحتفالات بالعيد كانت كتير مميزة ورائعة. طب شو ستيف نسمع للمستمعين حاليا؟ هلا نسمعهم مارينكولا. يلا يا حامي ترابات البلد، يا حامي امجاد البلد، يا حامي الهموم البلد، مارينكولا يا شفيع البلد. يا مارينكولا يا غالي، يا مارينكولا البجالي، صورتك بالسما بتلالي وش راسك صوتها بالعالي. الله الله عليك يا ستيف، الله الله. إيه ستيف خبرني، في احتمالات، انا سمعت انه في احتمالات انك تسافر برا تسوي حفلات خارج فلسطين. والله الحكي هذا المزبوط كان المخطط له انه بشهر 10 اكون بجوله برا البلاد، بس صار في ظروف معينه التغت. فان شاء الله بتمنى للسنه الجايه نكون برا البلاد نعمل اكم من حفله. لازم هم محتاجيننا. خلينا نذكر مستمعينا انه نيسم كينج موجود معنا
حاليا بالاستوديو بنوجه له تحيه، هو حبيب قلبنا احمد، بنوجه له تحيه لانه احنا شدتنا مجروحه فيك حبيب قلبي نيسم. ونيسم اكيد دائما موجود بالحفلات والكل صار يعرفه، نيسم كينج اللي هو اسمه الياس كارمي، الكل بفكره نيسم كينج هو اسمه الياس كارمي. يا عمي والله اسمه الياس، يا عمي والله اسمه الياس، لازم مش قادر اقتنع. نيسم كينج، نيسم انا بحكي لك روح قدم على هويات ونغير اسمك لنيسم كينج، خلص بقول هلا تحيه لك نيسم حبيبي. ستيف نقول لك كل عام وانت بالف الف خير، وان شاء الله تكون موفق اليوم بحفلاتك، وب 31 ان شاء الله تكون موفق. شكرا يا ربي، واحنا يعني كثير كثير احنا مسرورين تكون موجود معنا، وان شاء الله السنه الجايه راح تكون معنا برنامج دلنا من العمر ان شاء الله. مستمعينا كان معنا الفنان ستيف حنان، الراديو بتاعنا الفيلم. نيسم كينج ليس الوحيد لكنه الافضل.